بكل تأكيد هذه الهدنة المؤقتة، خلينا بقى يعني ناخد كده على جنب مسألة المكاسب اللي إسرائيل بتتطلع ليها وبتتحدث عنها من أول أيام هذه الحرب، الهدنة دي بالنسبة لي أنا بتعني شيء واحد، وهو إنه الحرب دي لا يمكن تستمر بالطريقة اللي عايزها نتنياهو، وإنه بكل تأكيد السلام خيار ممكن في نهاية المطاف لو وصلت إسرائيل لقناعة بأنها استحالة تحقق أهدافها المعلنة في الحرب. والدليل على ده النهاردة قبول نتنياهو بصفقة تبادل وإن كانت جزئية للأسرى، وده بالنسبة لي بيعكس نقاط ضعف إسرائيل في الحرب. مسألة إنه ملف الأسرى هم ما قدروش ينفذوه ويفرجوا عن الأسرى، بقى لهم 49 يوم بيتحدثوا عن الإفراج عن الأسرى، ده عجز عسكري واستخباراتي في إدارة الحرب. مسألة القضاء على حركة حماس، كل ده ما تمش، فده بالنسبة لي فشل لحكومة نتنياهو. عندنا أمل كبير في إنه هذه الهدنة تمتد لهدن متتالية، ويمكن ده اللي تابعناه في كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ دقائق، وهو بيتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل يعني المساعدات اللي قدمتها مصر، وكل الدبلوماسية اللي مصر قامت بيها إلى يومنا ده من أول الحرب، وتأكيده كمان على مسألة ضرورة دخول المساعدات لغزة ومسألة الإفراج عن الأسرى.